كرامة وطنية، شغل حرية، كرامة وطنية. والبداية هي رديف، ما نحبو الشريخ مزيف. والبداية هي رديف، ما نحبو الشريخ مزيف. والبداية هي رديف. أنا عثمان بن سلطان، عمري 35 سنة، أصيل مدينة رديف من ولاية قفصة، أستاذ معطل على العمل، اختصاصي علوم الحياة والأرض. وأنا من رديف، ويكون لي فخر أني أكون من رديف، لأن رديف هذه نحسها أمي، أختي، حياتي، والدي. رديف هي بالنسبة لي قضية تاع وطن، لأن تمثل جزء كبير من تونس، وتمثل معناها نواة الحراك الاجتماعي ونواة النضال ونواة للثروة الوطنية في تونس. أنا خرجت من رديف 2002 بحكم معنا التزاماتي، معنا باش نقرأ، خرجت نقرأ في صفاقس، خليت رديف معنا في وضعية. رجعت بعد 7 سنين 8 سنين نلقى رديف في نفس الوضعية، معنا وضعية متردية جدا، وضعية معنا نقدر نقول عليها كارثية بالحق، على المستوى الاجتماعي، على المستوى الاقتصادي، على المستوى البيئي خاصة. وهذا كله يرجع معناها المتسبب الرئيسي اللي هو شركة فاسفات قفصة، اللي حاولت تنهب معناها ثروات ومجهودات معناها سكان مدينة رديف، من غير ما تعطي المقابل، من غير ما تكفيهم، من غير ما تجازيهم بتنمية مستدامة، محافظة على البيئة، بخلق معناها مشاريع تنص نسبة البطالة الهائلة اللي موجودة في رديف. غير شيء بالعكس، زادت هو على مستوى المطالب، باقي المطالب ديما مرفوعه، هي خاطر ما تغير شيء، مطالب دميلوين ما تحقق منها حتى حاجه، مع الوضع انه ماشي عندنا السوق على البنيه التحتيه، الصحه، البيئه، تشغيل باقي ديما عندنا اشكاليه تشغيل الهش. تسمع مثلا أو وقع انتدابات في شركة البيئة والدراسة، وقع انتدابات من الشؤون الحضائر، ديما أشكال هشة تاع التشغيل. أما إرادة سياسية قوية باش تصلح الوضع، زي حد أنا كيش كشعب، أنا قاعد واقفين وننتظر. كان ثم إرادة سياسية قوية يعني باش تصلح الفساد الموجود توا على مستوى شركة المصدر والمنطقة، من تنمية كرية تحتية معناها خدمات صحية واجتماعية. صحيح أنا كاين شنو باش نطلب مطالب مرفوعة من 2008 اللي هي مازالت مرفوعة، إضافة إليها مطالب أخرى أكثر أهمية اللي هي محاسبة الناس هذم اللي قتلت الشهداء والجرحى، الناس المعاقين معناها اللي ما عاش نسمعوا عليهم حتى حاجة، حتى الأحزاب السياسية اللي كانت معناها عملتها معناها أدوات معناها انتخابية ما عاش مطروحة. وينهم القتلة والمجرمين هذوما؟ وين ما عاش طلبوا بهم؟ وين نسمع الناس والدفع الأمن، يحبوا الأمن ونرجع الأمن وما شنو ولا يحبونا معناها كأننا نوقفوا مع الأمن. لو هذا جاء أمن جمهوري نوقفوا معاه وتعاونوا معاه، نفس البوليس بالعلي. شباب اليوم يلقى روحه حاضر من خلال الحديث، ومن خلال المشاهدة، ومن خلال معناها الوجود الميداني، ومن خلال معناها التواصل ما بين معناها المناضلين اللي شاركوا في 2008 وفي محطات ما قبل 2008. الشباب اكتسب خبرة واكتسب أبجديات النضال. شباب اليوم ينجم يتعامل واحد، معنا شباب معناها في لاج تاع 13 و14 سنة قادر أنه يقود مسيرة، قادر انه يأطر مسيره، قادر انه كيف يخرج في وقت احتجاجيه ولا اعتصام ما يخرجش على القانون، يخرج بطريقه سلميه وطريقه حضاريه. هذا كله يرجع كما قلت لك بفضل المناضلين اللي اكتسبوا خبره وما احتفظوش بها هما وحدهم، بالعكس مروها للشباب ومروها للنسات حتى في الديار، بالتواصل مع العباد وبالاجتماعات العامه في الساحات العامه وهي ساحه الاتحاد والقهوه، هذه تشعل الشباب، اكتسب الخبره هذه. وشباب اليوم قادر وحده من غير تقدير أنه يخرج ويأطر ويشوف معناها ويخرج ويواصل المسيرة ويواصل النضال. الرجوع القوى الثورية للشارع وللسيطرة هي التوحد، هي الابتعاد عن حالة التشرذم والتشتت اللي قاعدين نعيشها،
والابتعاد معناها كما قلت لك على المصلحة الحزبية الضيقة. اليوم القوات الثورية نشوفوا أنها نسبت الخصم الرئيسي اللي هو عودة التجمع ولا الترويكا والقرارات نتاعهم وبدت تحارب في بعضها. اليوم يلزمنا نتخلوا على الحالة هذيك ونوحدوا الجهود ونوحدوا المشروع. يلزم القوات الثورية تتبنى مشروع واحد وتسعى في مشروع واحد ونطوروا الخطابات بالدخول في المجالس المحلية والجهوية والضغط على مجلس النواب أنه يسن القوانين اليوم في صالح الشعب وفي صالح القوات الثورية الموجودة في تونس.